Lesson 3 Forms of potential and kinetic energy. Complete the sentences opposite the picture by writing potential or kinetic. Number 1 The ball has no energy. نقول عليها potential ولا kinetic؟ صح. بوتنشال أيوه، هي طالما يعني طالما هي مش بتتحرك والولد مش عشان بيمشي عليها potential. تمام، ليه بقى احنا قلنا عليها potential؟ لأن الولد ماسك الكورة ومش بيتحرك. أيوه. طب تاني حاجة، when the boy lets the ball fall down the ball has not energy. لو الولد ساب الكورة والكورة دي وقعت على الأرض، هتبقى في الحالة دي potential ولا kinetic؟ بس ماشي. In the previous activities, you have learned that there are two categories of energy which are kinetic and potential energy. In this lesson, we will study some forms of potential and kinetic energy. معنى الكلام ده يعني الدرس بتاع النهارده هيتكلم عن المكونات بتاعة البوتنشال انرجي بس كده، وبعد كده هيروح يجيب لنا الكينيتيك انرجي ويقول لنا المكونات بتاعته، يعني هياخد واحدة كل طاقة ويقول لك دي بتتكون من ايه بالظبط. فبالنسبة للبوتنشال انرجي، في عندي حاجتين، عندي جرافيشنال بوتنشال انرجي وفي عندي كيميكال بوتنشال انرجي. يعني ايه جرافيشنال ويعني كيميكال؟ جرافيشنال بوتنشال انرجي يعني طاقة وضع للجاذبية الأرضية، كيميكال بوتنشال انرجي يعني طاقة كيميائية، طاقة وضع كيميائية. الوقت هيديك الشرح بتاع الجرافيشنال ده. بالنسبة للجرافيشنال بوتنشال انرجي معناه ايه بقى؟ أول نقطة بيقول the earth attract object to its surface by force called gravitational force gravity. يعني الأرض بترسب الأشياء لتحت، علشان كده احنا بنسميها gravitational force gravity. طيب بالنسبة للبوينت التاني، when an object is raised up، لما يكون حد ماسك حاجة وبيرفعها لفوق against the earth's gravity، عكس الجاذبية الأرضية. كلمة against يعني عكس، عكس الجاذبية الأرضية. This object stores gravitational potential energy. في الحالة دي بنقول عليه الشيء ده جواه gravitational potential energy. طب إيه المثال؟ أنا عندي مثال موجود في الكتاب وفي مثال المفروض إن أنت تبقى عارف. بالنسبة للمثال الموجود في الكتاب بيقول لك إيه؟ The roller coaster at the top of a hill stores gravitational potential energy. اللعبة دي لما القطر ده هيطلع لفوق لأعلى نقطة في السماء أو لأعلى نقطة في الطب بتاع الهيل ده، فالمفروض إنه يبقى فيه gravitational potential energy. طب إيه المثال التانية مثل اللي أنا عارفه؟ تعال نطلع لفوق. شايف الولد ده لما ماسك الكورة؟ طب لو الواد ده هو ماسك الكورة مش ده يعتبر مكان عالي؟ طب في الحالة دي الكورة دي جواها ايه؟ جواها gravitational potential energy. ليه هي مس؟ علشان هو ماسك object، الكرة دي تعتبر object، هو ماسكه لفوق ومش والكرة مش بتتحرك، يبقى جواها potential gravitational potential energy، يعني الجاذبية، طاقة الوضع للجاذبية الأرضية. تعالى بقى نشرح الكيميكال potential energy. المثال بتاعها زي ايه؟ عارف انت البطارية اللي بتبقى في الريموت كنترول بتاع التلفزيون، او لما يكون معاك لعبة وتحط لها باتريز، البطاريات دي اللي احنا بنشتريها من عند الماركت، عارفها؟ ايوه. دي بقى فيها ايه؟ فيها كيميكال بوتنشال انرجي، طاقة وضع كيميائية. طيب ايه كمان المثال التاني؟ the chemical potential energy stored in the battery is not used. not used يعني غير مستخدم. until this battery is connected to a device. أول ما نستخدم البطارية ونحطها في الجهاز ونشتغل بيها، ساعتها بتبقى إيه؟ بتبقى كيميكال بس، بتبقى كيميكال إنرجي. لكن لو أنا حطيت البطارية جوه الجهاز وقفل التلفزيون، في الحالة دي تبقى كيميكال بوتنشيال إنرجي. يبقى أنا هسألك يا يوسف، إحنا عندنا البوتنشيال إنرجي كام نوع؟ نوعين، النوع الأول اسمه gravitational potential energy والنوع الثاني اسمه chemical potential energy. أهو هذا الرسم ايه. كمان مرة، يبقى ايه ال potential energy؟ بتتكون من كام نوع؟ من نوعين، نوع اسمه أي gravitational
ايوه جرافيشنال بوتنشال انرجي وكيميكال بوتنشال انرجي. المثال بتاع الجرافيشنال بوتنشال انرجي هنقول الرولر كوستر ات ذا توب اوف ذا هيل. طب الكيميكال بوتنشال انرجي هنقول البطاري ان ريموت كنترول ويز اوت يوزد. يعني ايه ويز اوت يوزد؟ من غير ما استخدمه. طب انا عندي هنا ملحوظه، وين سبرينج از كومبريسد. لو انا عندي اليويو ده، عارف اللي هو الجهاز الحلزوني ده، او اللعبه اللي هي بتاعت او البتاع اللي هو اليويو ده، لو انا ماسكاه اسمه سبرينج، على فكره بالانجلش اسمه سبرينج، از كومبريسد، ضغطت عليه ولزقتهم في بعض، في الحاله دي بيبقى فيه جواه طاقه اسمها بوتنشال انرجي انسايد ات، بيبقى فيه طاقه وضع داخله داخليه. كلمه كومبريسد يعني اضغط على الحاجه. فاكتورز affecting potential energy of an object. في حاجات بتأثر على البوتنشال انرجي. أول حاجة الماس، يعني هي ماس يعني الكتلة نفسها. لو كانت الحاجة كبيرة by the increasing the mass the potential energy increase. لو أنا زودت الكتلة، حطيت مثلا 3 4 كيلو برتقان على الترابيزة، يبقى معنى كده إن البوتنشال انرجي increase، هتزيد. يبقى when the mass increase the potential energy increase too. كل ما بنزود الكتلة كل ما بيزيد معاها طاقة الوضع. طب اديني مثال. البول that has mass 500 جرام، الكرة وزنها 500 جرام أو نص كيلو، has a greater potential energy، عندها طاقة وضع كبيرة. أكتر من مين؟ أكتر من الكرة اللي وزنها 40 جرام، أكتر من الكرة الصغنطوطة دي. يبقى معنى كده by increasing mass the potential energy will increase too. إيه كمان؟ الهايت، الارتفاع. ازاي يعني؟ by increasing the height from the earth's surface the potential energy increase. يعني كل ما زود الارتفاع عن سطح الأرض كل ما ال potential energy كمان هي بتزيد. طب ايه المثال؟ hole number one height 1 meter، الكرة دي بعدها عن الأرض 1 meter، لكن التانية نص متر. يبقى مين اللي عندها potential energy أكتر؟ الكرة رقم كام؟ نمبر 1. ليه؟ طيب عشان هي ارتفاعها اعلى، عشان هي ارتفاعها اعلى يبقى هنا البوتنشال انرجي بتاعتها اعلى. تمام كده؟ تمام. تمام. تعالى بقى نروح للكاينتيك انرجي. يا سلام على الكاينتيك انرجي وحلاوتها. احنا عندنا الكاينتيك انرجي دي 4 انواع. يا سلام. اول نوع اسمه ساوند انرجي، تاني نوع لايت تاني انرجي، واحد اسمه لايت انرجي، ايوه، وثالث ثالث نوع، واحد ثالث نوع الكتريكال انرجي يعني كهربية، رابع نوع اسمه ثيرمال انرجي. طيب ثيرمال انرجي. طيب سهلة خالص اهو. طيب ايه يا مس اللي بيخلينا نعرف ان دي كاينيتيك؟ عشان في حاجة اسمها حركة. طب ازاي يعني ساوند انرجي؟ اصل بيقول لك ان الموفمنت اوف ساوند ويفز ان ذا اير. شفت انت الراديو بيطلع موسيقى وبنسمع موسيقى حلوة كده، معنى كده ان في ساوند ويف بتتحرك في الهواء، يبقى موفمنت اوف ساوند ويفز ان ذا اير. اللايت انرجي في موفمنت اوف لايت ويفز ان ذا اير، يبقى معنى كده ان في موجات صوتيه وموجات ضوئيه، والاثنين بيحصل لهم موفمنت ان ذا اير، الاثنين بيحصل لهم ايه؟ تحرك في الهواء. ايه كمان؟ عند الالكتريكال انرجي موفمنت اوف الكتريسيتي ثرو واير، يعني في تيار كهربي بيمر داخل السلك النحاس اللي من جوه ده، في تيار كهربي بيمر جواه. طالما كلمه بيتحرك موفمنت دي، شفت موفمنت على طول، يبقى اسمها كاينيتيك انرجي. طب ايه كمان؟ الكتريكال كاينيتيك انرجي. طيب ايه كمان عندي؟ اخر حاجه الثيرمال، فايبريشن اوف بارتيكل ان سبستانس ديورنج هيتنج. شايف في البويلر ده لما احنا بنغلي ميه، لما احنا بنيجي نغلي ميه، الميه دي بتسخن عن طريق ايه؟ انتقال الحراره. طب انتقال الحراره ازاي؟ يعني معنى كده ان في بارتيكلز بيحصل لها فايبريشن، الفايبريشن ده او حركه الجزيئات بتاعه الماده سببه هي وجود الحراره. يبقى معنى كده vibration of particle in a substance during heating، يعني حصل فيه انتقال الجزيئات بتتحرك بسبب الحرارة العالية. يبقى أنا عندي هنا سؤال يا يوسف، أنا عندي كام نوع من الكينيتيك إنرجي؟ فور مين هما؟ ساوند انرجي لايت انرجي الكتريكال، الكترون انرجي ثيرمال. ثيرمال انرجي. ممتاز جدا، كويس خالص خالص، ممتاز.
بعد كده from the previous lesson you have known that the energy is transformed it changed easily from one form into another. احنا عارفين ان الطاقة ممكن تتغير من حالة الى حالة او من شكل الى اخر. changing of potential energy into kinetic energy معنى كده ان ممكن ال potential energy تتغير وتتحول الى kinetic energy. ايه المثال؟ اول حاجة الواد الصغنطوط الحلو ده لما كان راكب الزحليقة السلايد دي كان هنا في الحتة دي شايفها، لما هو كان جاهز مش بيتحرك كان عنده بوتنشال انرجي. اول ما قال انا هتزحلق بقى وبيتزحلق على دي في عنده كاينتيك انرجي. يبقى الاكزامبل نمبر 1 a child at the top of playground slide has potential energy. ايه كمان؟ When the child moves down along the slide, the potential energy changes into kinetic energy. بعد كده example number two، الولد الصغنطوط ده كان ماسك بيضة، راح اشترى بيضة من السوبر ماركت، وبعدين هو شايل البيضة في ايده عشان مروح لمامته عشان تعمل له أكل حلو كده، في الحالة دي وهو ماسكها في ايده والبيضة مش بتتحرك، يبقى كده potential energy. أول ما البيضة falls down يعني وقعت منه هيحصل ايه؟ البيضة وهي بتنزل كده في الأرض بقى فيها كاينتيك انرجي. معنى كده إن البوتنشال انرجي تشينجز انتو كاينتيك انرجي. طب يلا نحل الأسئلة بقى عشان نعرف احنا فاهمين ولا لأ. نمبر 1 when the roller coaster is at the top of the hill it stores نقط انرجي. نختار كاينتيك ولا بوتنشال؟ بوتنشال. برافو عليك، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب تاني سؤال، هو when the roller coaster goes down the hill the potential it changes into نقط energy. لما الرولر كوستر goes down يعني بيتحرك لتحت، نازل هو بينزلق بقى وبيتزحلق لتحت، ال potential energy بتتغير وتبقى ايه؟ كاينيتيك. ممتاز أحسنت. يلا بينا كده نشوف الصفحة اللي بعد كده. أنا عندي هنا types of energy يعني أنواع الطاقات الأخرى. energy is found everywhere around us يعني الطاقة دي موجودة حوالينا في كل مكان. energy can be transferred or transformed. كلمة transferred يعني تنتقل من مكان إلى آخر. transformed معناها تتغير بتتحول. يلا بينا نشوف الترانسفيرد دي يعني إيه بقى. تعالى كده energy is transferred from one place to another يعني بتتحرك من مكان إلى آخر تنطلق من. على سبيل المثال when you kick a ball لما أنت عندك كرة وأنت شطها برجلك يحصل إيه؟ ال kinetic energy of your leg is transferred to the ball. عندك أنت في رجلك وهي بتتحرك بيبقى في kinetic energy، انتقلت الطاقة بتاعتك دي إلى مين؟ للكورة. فإحنا في الحالة دي هنكتب كلمة transferred، كلمة transferred يعني تنتقل. كمان مرة يا مس قولي المثال ده عشان يثبت في دماغي. حاضر. كمان مرة يبقى أنا عندي الإنرجي كان في حاجتين، يا إما ترانسفيرد يا إما ترانسفورمد. ترانسفيرد يعني تنتقل. طب إزاي؟ if you kick a ball kinetic energy of your leg is transformed is transferred to the ball. لما الواحد بيشوط الكورة الرجلين بتاعت الواحد دي فيها kinetic energy بتنتقل إلى مين؟ تنتقل للكورة. طب إزاي بس نقول الكلام ده بالإنجليش؟ نقوله كمان مرة you kick a ball kinetic energy of your leg is transferred to the ball. من فضلك اقرأ الإكزامبل ده تاني عشان ده مهم جدا. When you kick a ball kinetic energy of your leg is إيه؟ open your mic. أنا بس ايوه بقول لك اقرا السطر ده تاني عشان ده مهم خالص.
when you keep a ball, kinetic energy of your leg is transferred to the ball. ماشي. ايوه طيب الحته التانيه دي بالنسبه لترانسفورمت، اول ما اشوف كلمه فورم وقبلها كلمه ترانس يبقى معنى كده ان في تحول يعني تغير، لكن اول ما الاقي بعد كلمه ترانس الاقي كلمه فير يبقى انتقال، يبقى ترانسفير دي بتنتقل من حته لحته، لكن ترانسفورم يعني بتتغير خالص تتحول. طب يلا كده نشوف التعريف بتاعها. energy is continuously changing، يعني الطاقة بتتغير باستمرار، and transforming from one form to another، بتتغير من شكل لشكل تاني. طب اديني مثال. when the roller coaster goes down the hill it is a potential energy transformed into kinetic energy. كان في لما نبدأ بنقول الرولر كوستر وهي نازلة ماشي من فوق لتحت، ايه اللي يحصل؟ البوتنشال انرجي ها بيحصل لها ايه؟ بتتغير وبتتحول تماما كليا الى كاينتيك انرجي. فانا عايزاك تقرا لي المثال ده برضو كده. هو انزا ايه؟ Okay. وين When وينزا the رولر كوستر roller coaster goes down the hill, its potential potential energy energy is transformed transformed into into kinetic energy. طيب some changes of potential energy into kinetic energy. أول حاجة عندي فلاش لايت، الفلاش لايت ده أصلا جواها بطارية، اللي هو هي البطارية الصغنطوطة اللي من جواها دي بتبقى كيميكال انرجي ستورد ان باتريز، بتتحول إلى إيه بقى أول ما جيت عليه الفلاش لايت ده؟ تحول لضوء، فبالتالي يبقى الكيميكال انرجي اتحولت لمين؟ للايت انرجي. ومش بس كده، انت لما تيجي تفلق لما تيجي تفتح الضوء بتاع الكشاف وتبقى لامس الجزاز اللي من بره اللي مش شفاف ده، بتحس بحراره كده او تحس ان انت ايديك بتدفى شويه عليه، فمعنى كده اسمها ثيرمال انرجي. يبقى انا عندي كده طاقتين اهو، يبقى الكيميكال انرجي الموجوده في البطاريه تمام اتحولت لحاجتين، لايت انرجي وثيرمال ايه؟ انرجي. كلمه ثيرمال انرجي دي ليها نفس ليها نفس معنى اللي هو الهيت، فنقدر اقول هنا يا اما اقول ثيرمال انرجي او ممكن اقول عليها هيت انرجي. تاني حاجة هنا الجاز اوبن، يعني ايه جاز اوبن؟ يعني البوتاجاز. ماله البوتاجاز دوت؟ فيه كيميكال انرجي. ازاي يعني يا ناس؟ ما هو حاليا معظم البيوت عندها ناتشورال جاز، ناتشورال جاز يعني غاز طبيعي تمام، فالغاز الطبيعي ده يعتبر كيميكال انرجي، فهنا الكيميكال انرجي بتحول الى ايه؟ الى ثيرمال انرجي، النار اللي طالعة من البوتاجاز عشان تسخن الاكل وتطفيه تخليه يستوي كده. فانا عندي هنا الكيميكال انرجي اتشينجد انتو ثيرمال انرجي. طب ايه المثال؟ هنقول جاز اوبن. ثالث حاجه سبرينج باورد كارتون، لو انا عندي لعبه واللعبه فيها زنبلك، شايف الزنبلك بتاع دي شايفها؟ شايف الزنبلك؟ شايف البتاع اللي عامل زي المفتاح ده اللي انا الفه 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 افضل الف بيه وبعد كده اسيب العربيه تروح العربيه تمشي بقى، فده اسمه سبرينج باورد كارتون. سبرينج باورد كارتون، سبرينج باورد كارتون. ايه اللي بيحصل فيه؟ بتتحول البوتنشال انرجي ستورد ان ذا سبرينج واير انتو ايه بقى ده؟ انتو ثلاث حاجات. شوفوا العربيه وهي واقفه في مكانها وانا ماسك المفتاح وعمال الف فيه الف فيه الف فيه، في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بعمل بوتنشال انرجي ستورد ان ذا سبرينج واير. اول ما اسيب العربيه بيحصل ثلاث حاجات، اول حاجه العربيه بتجري لقدام فكده كاينتيك انرجي طالما اتحركت، بعد كده بتعمل صوت يبقى كده ساوند انرجي، بعد كده الكاوتشات بتاعتها بتبقى سخنه فبيبقى ثيرمال انرجي، يبقى ثلاث حاجات كاينتيك وساوند وثيرمال. ثالث رابع مثال الريال كار، كلمه ريال كار دي اللي هي العربيه الحلوه اللي انت شايفها الجميله دي، مالها دي؟ دي العربيه حقيقيه، ريال كار اللي هي العربية الحقيقية فيها ايه؟ كيميكال انرجي ستورد ان جازولين. عارف احنا لما بنروح عند البنزينة ونخلي العربية بتاعتنا نحط فيها بنزين، البنزين ده هو ايه؟
اسمه جازولين، ده بيبقى مادة سائلة ليكويد كده. فالعربية بنحط فيها الجازولين دوت بيحصل له فيرلينج، فبالتالي بتتحول العربية بتتحرك، وده عبارة عن تحول الكيميكال انرجي انتو كاينتيك انرجي. يبقى الجدول كله كيميكال انرجي تتحول لكاينتيك ما عدا حاجة واحدة بس اللي هي البوتنشال انرجي، تتحول لثلاث حاجات اللي هي كيميتيك وساوند وثاني. خلاص فاهم معايا كده؟ كده الأمور واضحة؟ تمام. From the previous explanation we can conclude that energy can be stored in many different forms. يعني الطاقة احنا نقدر نخزنها بأشكال مختلفة. طيب ايه كمان؟ New energy cannot be created and all exciting energy cannot be destroyed. يعني الطاقة cannot be created، لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يبقى هنا existing energy cannot be destroyed. الطاقة ما اقدرش ان انا يعني انهيها او ان انا اخفيها، ولكن هي يتم تغييرها كده. هنا في ملحوظة، the food you eat also stores chemical energy. الأكل اللي احنا بناكله ده بيتخزن في الجسم بتاعنا على هيئة chemical energy. ازاي يعني؟ لما انت بتاكل الأكل، when you eat food your digestive system breaks down the food and changes it into energy stored in your body. احنا أخدنا إن المعدة بتاعتنا دي لما انت بتيجي تاكل الأكل بيبقى من بيبقى transport with ترانسبورت ان يور ستومك باي اسوفاجس اللي احنا خدناها في الكونسبت او الكونسبت 1. ولما تخش المعده، المعده لما بتعمل بريك داون بتهضم الاكل وبتحط فيها حاجه كده اسمها اسيديك جوس اللي هو الحمض المعدني. في الحاله دي بيتحول الاكل الى ماده مواد مهمه بيتم امتصاصها عن طريق السمول انتستين. في الحاله دي بتبقى كيميكال انرجي. تعالى بقى نكمل البتاع ده الاكزامبل، وبعد كده الالكتريك فان يعني المروحه تحول ايه الى ايه. الالكتريكال انرجي لما تحط الفيشه بتاعه المروحه، المروحه بتشتغل، فبقى كده الالكتريكال انرجي تشينج انتو كاينيتيك انرجي. مش المراوحه دي بتبقى فيها حركه، الاجنحه بتاعه المروحه بتتحرك، فكده كاينيتيك انرجي. طب انا عندي الدور بيل، الجرس بتاع الباب، ها لما يبقى النور موجود ومش قاطع يبقى كده احنا في كهرباء. الكهرباء دي بتدوس على الزرار بيتحول الالكتريكال انرجي انتو ايه؟ اديك اختيارات ولا انت عارف؟ ايه؟ كينيتيك انرجي لا ساوند ايوه كده، ايوه ساوند انرجي. ماشي. انا عندي الراديو او التلفزيون، ايه اللي انا بعمله يروح متحول لساوند انرجي؟ ايه؟ أولا هسألك سؤال، هو التلفزيون والراديو نقدر نشغلهم بدون كهرباء؟ يبقى أنا عندي المفروض أكتب إيه؟ إلكتريكال مين؟ الكتريكال انرجي الكتريكال انرجي هنا بقى آخر حاجة، إلكتريكال لامب يعني اللمبة. اللمبة بتاعت الحيطة اللي احنا بنحطها فوق دي بنفتحها عشان نذاكر عليه. أول حاجة إيه، مين بيتحول لمين؟ الطاقة إيه بتتحول لطاقة إيه؟ من الكتريكال انرجي للايت انرجي. صح، برافو برافو برافو. بس احنا خلصنا رسم سري، ندخل بقى على رسم فور. رسم فور بيتكلم عن easy life tool، حاجات بتسهل علينا الحياة. You have learned a lot about different forms of energy and how they can transform from one form to another. احنا اخدنا قبل كده ان في اشكال مختلفة للطاقة وبتتحول من حاجة من شكل الى اخر. انا عندي بقى النهاردة هناخد ايه. You can use this knowledge to design a tool that help us to do what. عاوزين نصمم حاجات بتساعدنا ان احنا تسهل علينا الحياة وتسهل علينا المهام. انا عندي هنا التول اللي انا هستخدمها a robot hand، يعني الايد بتاعة الروبوت. الفانكشن بتاعته بيعمل ايه، وظيفته ايه الروبوت ده؟
opening the door cap. الغطاء بتاع البرطمان. That it is hard to be opened. اللي هو بيبقى صعب جدا ان انا افتحه. فانا اجيب اليد بتاعة الربط هو اللي هي اللي تفتح لي مين الغطاء بتاع الجار. The source of energy. The robot get power from batteries when it is turned on. الروبوت ده جواه بطارية. البطارية هي اللي بتخليه يشتغل. يبقى معنى كده ان في هنا الكيميكال انرجي اتشنجد انتو كاينيتيك انرجي. ازاي يعني؟ ما هو الروبوت فيه بطارية يبقى كده فيه كيميكال اهو. شفنا the changes of forms of energy inside the robot. ايه التخاطر الموجودة في الروبوت؟ اول حاجة عنده chemical energy stored in battery. عنده طاقة كيميائية داخل البطارية بتتحول لإيه؟ electrical energy in the robot hand. الإيد بتاعته فيها كهرباء فيها أسلاك. يبقى معنى كده إن جواه الإيدين جواها إيه؟ electrical energy. طب ال electrical energy دي بتتحول إلى إيه؟ إلى kinetic energy. لما الإيد بتاعته when the robot hand move to open the jar. لما الإيد بتاعته بتتحرك عشان تمسك الغطاء بتاع الجار وتحرك. طب أنا عندي هنا مس كلمة ميكانيكال. هقول لك أصل خلي بالك الكاينيتيك إنرجي ممكن أسميها اسم تاني وبيقول لها يا ميكانيكال إنرجي. يبقى معنى كده الكاينيتيك لها اسم تاني هو إيه؟ ميكانيكال. خلاص. يبقى الروبوت ده فيه كام طاقة؟ فيه كام طاقة؟ فيه تلاتة. أول واحدة الكيميكال إنرجي ستورد إن باتريز changes into electrical energy in the robot hand. It changes into mechanical energy or kinetic energy when the robot hand moves to open the jar. From the previous explanation من خلال الشرح السابق we can conclude that هنستنتج ان energy is not created or destroyed. الطاقة ما لا تستحدث ولا تفنى. يعني ما اقدرش ان انا اخرجها ولا اقدر ان انا اخفيها واعمل لها انتهاء. when transferred from the battery to the robot. لما بتنتقل من البطارية الى الايد بتاعة الروبوت. يبقى دي اول ايه اول نقطة. تاني نقطة energy is converted from one form to another. طبعا احنا عارفين من شوية ان هي اتغيرت وتحولت من شكل الى اخر. زي الكيميكال انرجي اتحولت الى ميكانيكال انرجي اللي هي كاينيتيك when the robot hand opens the door. وده حصل لما الايد بتاعة الروبوت راحت حركت الغطاء بتاع البرطمان. يلا هنا سهل خالص المربعات دي هتحلها لي انت دلوقتي. يلا اول حاجة انا عندي هنا مين نكتب ايه هنا اللي ايه هي الطاقة اللي كانت مخزنة في البطاريات. Typical. صح برافو عليك. طيب والحاجة التانية هنا بقى نكتب ايه المربع التاني؟ Electricity. صح برضو شاطر تمام. تالت حاجة بقى Kinetic. برافو عليك. كينيتيك ايوه طيب بس كده جميل جدا. طيب يلا نشوف بعد كده ايه. record evidence like a scientist عبارة عن سؤال بيلخص لنا بتاع. والحمد لله خلصنا الكونسيبت. يلا بسرعة نحل بقى أسئلة مراجعة على الكونسيبت ده عشان كده نكون خلصنا وارتحنا منه. يلا بينا يلا بينا. choose the correct answer when an object moves down a ramp. بس بسرعة تتخاب. صفحة كام؟ هنقول بسرعة بسرعة صفحة كام. يلا صفحة 230 يعني 230. اوكي ماشي. when an object moves down a ramp it is stored the potential energy increase ولا doesn't change ولا change to the less active form of energy ولا change to a more active form of energy. انجليز أترجم؟ او طيب لما بيكون عندك حاجة الحاجة دي وقعت في الأرض ماشي أو اتزحلقت الطاقة بتاعت البوتنشال انرجي المخزنة جواها بتزيد ولا مش بتتغير ولا بتتغير لحاجة لطاقة أقل ومش نشيطة ولا بتتغير إلى طاقة نشيطة؟
الأنواع اللي تقع غير مشروع. هتختار دي، يعني a change to a for to a more active form of energy، الى طاقه نشيطه. ايوه انا قصدي دي. ايوه الطاقه النشيطه دي احنا بنسميها ايه بقى؟ اسمها kinetic energy او mechanical energy. السؤال نمبر 2، the form of energy that can be seen، نوع من الطاقة نقدر أشوفه بعناية، يا ترى الثيرمال ولا اللايت ولا الإلكتريكال ولا الساوند؟ اللايت. أيوة. نمبر 3، all the following example stored chemical energy، كل هذه الأمثلة جواها كيميكال ما عدا واحدة، اكسبت يعني ما عدا الفود ولا البطري ولا الجازولين ولا الكومبريسد سبرينج. نمبر 4، when you jump، لما انت بتنط، جامب هاي، لما تنط لفوق خالص على اعلى ارتفاع، the forces affecting you must be، في عندك قوة، في قوة بتأثر عليك، يا ترى دي بتبقى متزنة ولا created ولا unbalanced ولا destroyed؟ طبعا كلمة created دي unbalanced. استحالة نختارها، destroyed ما نختارهاش برضو، فأنا عندي balanced ولا لا unbalanced؟ unbalanced ليه؟ مش علشان هي أشياء بطلع لفوق، بعد كده بتنزل تاني لتحت. اي هبتدي هتبقى balanced. قصدك يعني لو انت فضلت متشعلك فوق هيبقى بلانس، لكن طالما انت بتنزل لتحت تبقى بلانس. ماشي صح، تمام، برافو عليك. طيب give reason، both the sun and the electrical lamp produce two forms of energy، يعني معنى السؤال بيقول لك ان كل من الشمس واللمبة الاتنين دول فيهم نوعين من الطاقة، ايه هما بقى؟ كينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي. لا كينيتيك وكينيتيك لا 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 خالص، لايت كينيتيك كينيتيك ولايت انرجي، تمام التمام صح. ايه كمان بقى؟ الكترال انرجي. صح كده، يبقى احنا هنقول ان الاثنين both of them of them، يعني الاثنين فيهم ايه؟ لايت انرجي. لا استنى استنى، وكمان في حاجة تاني، في حاجة تاني، عارف ايه هي؟ ثيرمال، مش الشمس دي بتطلع لنا حرارة؟ وبرضو اللمبة، بط ده الكتريكال، ايوه ممكن كمان عندي الكتريك اند الكتريكال، تمام كده زي الفل، فاهم معايا ولا ايه؟ ثانية. تمام، هقول لك الاجابه دي تاني عشان تحفظها معايا. يبقى احنا عندنا الصن فيها حاجتين، فيها لايت انرجي وثيرمال انرجي، وكذلك الالكتريكال لامب فيها ايه؟ فيها لايت انرجي وثيرمال انرجي، صح كده؟ بس تعالى نحذف احنا الكتريكال انرجي دي اصلا، لان هو السؤال بيقول لك بروديوس، هنحذفها ليه؟ لان هو السؤال بيسالنا بيقول بروديوس تو فورمز اوف انرجي، بتنتج نوعين من الطاقه، النوعين هما مين ومين؟ لايت انرجي وثيرمال انرجي، تمام يا جميل؟ تمام، يلا بينا نكمل، صح يا وغلط. بس احنا عايزين نحل الايدين بسرعة علشان الوقت خلاص هيقفل. لا ما تخافش، تبقى 4 دقايق خلاص على طول. اول حاجه ترو ولا فولس، ذا اوبجكت ذات دونت موف هاف نو انرجي، يعني الحاجه اللي بتتحرك اللي ما بتتحركش ما عندهاش طاقه، هل الكلام ده صح؟ طبعا غلط، فيها بوتنشال. نمبر 2، تو دو يا بس بعدها بقى اخش تاني. اي تو دو ورك يو ماست بوش، وقبار. والله برضه هتخش مرتين بس خلينا نركز دلوقتي. To do work ماشي. you must push or pull an object through a certain distance، صح ولا غلط؟ ماشي. Light waves is a form of potential energy، صح ولا غلط؟
غلط صح. غلط، عشان نصححها هنشطب على البوتنشال ونكتب مكانها كاينيتيك. نمبر فور، اورنج وبوتيتو اند كار بيتري، كار بيتري بطاريه، كونتين ستورد كيميكال انرجي، صح ولا غلط؟ صح. ماشي. كومبليت ذا فولوينج سنتنسز بلو بيكتشر. ايوه، هنا بيتريز انسايد ذا ريديو ستور اي بوتنشال انرجي. ايوه، ما انا عارفه كيميكال ولا ايه. نكتب كلمه، لازم نكتب كلمه هنا ناقصه. ايه الكلمه الناقصه؟ مش احنا، ايوه مش احنا اخدنا من شويه ان البوتنشال انرجي دي في عندها نوعين، نوع اسمه كيميكال وفي نوع تاني اسمه جرافينيك جرافيشنال. انت نسيت ولا ايه يا بنت؟ نمبر 2 ايوه. لا تمام. ماشي، هنكتب ايه بقى اللي جوه السلك هنا؟ لك ايه؟ لك نختار ريكال. ماشي، هنا بقى نكتب ايه؟ ساوند. نكتب ايه؟ ساوند. ساوند. بسرعة بقى نحل ده، بسرعة بسرعة. ماشي، يلا بينا. Correct the underline word when an object falls down. It has more active form of energy known as potential energy. لما تكون حاجة بتقع في الأرض يبقى جواها حاجة اسمها إيه؟ الحاجة وهي بتقع طيب بتتحرك. يلا اللي بعد بسرعة، يلا. Sound the energy produced from the gas oven is used in cooking. بدل sound أكتب إيه؟ كيميكال. تيبيكال. أيوه، هنا a battery stores a form of إيه؟ البطارية. form of ايه energy known as chemical energy. بوتنشال. ماشي ماشي. 4، جازولين contain electrical potential energy. الكتريشن تيبيكال برضه. بس كده تمام. السؤال بتاع وات هابن ده انا هبعت لك. A stopped ball at the top of a slope started to move down according to the change of energy. What happened? هنقول potential energy change into kinetic energy. ال potential energy changed into kinetic energy. تمام؟ بس كده. بس ايوه هبعتهولك. اخش تاني ايوه يا سيب. طبعا ازاي ده؟ ايوه، عشان ندخل، عشان تعب. نكتب في الكونسبت الجديد. خلاص تمام، خلاص كفايه، خلاص.